أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما تقولون في من يتكلم في الصحف عن حجاب المرأة وحقوقها ويتكلم عن مسلمات في الشرع وليس هو من أهله، هل يجوز أن يطلق على هؤلاء النفاق لظهور بدعتهم وعلامتهم فيه؟ إن كانوا يقصدون التضليل هم منافقون، إن كانوا يقصدون التضليل يعرفون الحق ولكنهم يريدون أن يضللوا الناس عن الحق، هذه طريقة المنافقين. أما إذا كانوا ما يعرفون الحق فهم أخطأوا في كونهم تكلموا في شيء لا يعرفونه. الله جل وعلا يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فهؤلاء إن كانوا جهالا فقد كذبوا على الله وعلى رسوله، وهذه جريمة عظيمة. وإن كانوا يعرفون الحق ويريدون صرف الناس عنه فهذا طريقة المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله العافية. وهذه الحملة المسعورة ضد المرأة المسلمة هي وليدة يومها، هذه حصلت في مصر منذ عشرات السنين، وحصل ما حصل في من محاربة الحجاب هناك ومن خلع الحجاب بسبب دعاة سوء ذهبوا إلى أوروبا وإلى فرنسا ودرسوا هناك، معروفون هم معروفون فلان وفلان، وقاموا بنشر هذه الدعاية الخبيثة وتأثر به النساء والرجال وحملوا هذه الفكرة، وكانت هذه البلاد في مأمن. ولكن لما حصل اختلط الحابل بالنابل وجرى على هذه البلاد ما جرى على البلاد الأخرى من الاختلاط ومن السفر إلى بلاد الكفار ومن وأعظم من ذلك وسائل الإعلام التي غزت البيوت وغزت، حصل هذا الارتباك وهذا الخلط العجيب. تكلمت الرويضرة، تكلم في أمور المسلمين من لا يحسن أن يتكلم، وهذا بسبب الجهل وبسبب الهوى وبسبب الشهوات وبسبب التقليد الأعمى. ولكن الحق ولله الحمد واضح، الحق واضح، من أراد الحق فهو واضح، ومن أراد الباطل فإنه أيضا ميسر لأهله، أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الله عامل الخلق على حسب نياتهم ومقاصدهم وأهدافهم، عاملهم حسب مقاصدهم ونياتهم وأهدافهم، فمن أراد الخير يسر الله له خير، ومن أراد الشر عاقبه الله وخلى بينه وبين الشر ليهلك نفسه فيه، لأنه هو المسؤول عن نفسه وعن جماعته وعن. فالحاصل أن هذا شيء ما هو غريب ولا هو جديد، هذا سبق في بلاد أخرى وجربوه وعاشوا مرارته، والآن كثير منهم يريدون التخلص منه. كثير ممن أصيبوا في البلاد الأخرى لما عانوا من هذا الشر وأدركوا عاقبته الوخيمة، كثير منهم يريد التخلص من هذا الشر. فلنأخذ العبرة، خيركم من وعظ بغير هؤلاء، وإنما نأخذ العبرة بذلك وما حصل للبلاد الأخرى.